حطيتها في الرف دفعة 2019 بجامعة هليوبوليس بالتنمية المستدامة. التعجب في الجمال، التعجب في الجمال، والمحافظة على الحق، والمحافظة على الحق، واحترام النور، واحترام النور، وتقرير الخير، وتقرير الخير، ويعلم الثقة في مشيئة الله، في مشيئة الله، في أنحاء الكون، في أنحاء الكون، وفي أعماق النفس، وفي أعماق النفس. عارف ان النهارده ده خطوه مهمه جدا جدا لكل واحد فيكم في حياته لما هياخد الشهاده بتاعته وهيتخرج من جامعه هلوب. النهارده بدايه العلاقه الحقيقيه لخريجي جامعه هليوبوليس بجامعه هليوبوليس. وحابه بس اقول لكم ان انا اتعلمت في المكان ده دكتور ابراهيم ابو العيش قد اللي اتعلمته في الجامعه ومعايا دكتوراه قد اللي اتعلمته كل حياتي. دفعة جديدة من أبنائنا خرجوا للتو لسوق العمل وبداية جديدة لمرحلة هامة من مراحل حياتهم الممتدة والتي ندعو جميعا لهم فيها بالتفوق والنجاح. أدعوكم أن تنطلقوا إلى دروب النجاح سفراء لجامعة هليوبوليس، فبكم تتحقق الآمال وتتجسد الرؤى. كل واحد فينا يخلي في حياته أمل، وأي أمل لازم يحققه عمل، عشان في الآخر احنا عارفين ان كل يجزى بما عمل. شكرا جزيلا واتمنى لكم مستقبل سعيد. من بعد ما قلبنا دق تلات دقات، ومن بعد ما شرفتونا وخدنا أجازة، دي أحلى وقات. مين كان يتخيل كل ده يحصل يوم، والفرحة هتكمل سنة ورا سنة مع بعض ومهما يكون. وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة، وسقفة مين قال التالتة تبقى تالتة، لسه أحلى سنين قدام. وسقفة سقفة سقفة واقفين مع بعض أحلى وقفة، والدنيا علينا شاهدة شايفة حلمنا تحول أفلام.